الوالي. من حب الوطن من البناء بالمشاركة في بناء من نجاح. نفس الشيء لكل منطقة راح يكون عندها عقد نجاح ما يحققش لي زوبجيكتيف يسمح لنا. استراتيجية معنى الحدود الغربية سوف تكون حركية شاملة من تندوف إلى غاية الشمال، إلى غاية وجود هذه المصانع لتحويل هذه المادة. والحمد لله ولاية فيها كل الإمكانيات المنجمية، وفي نفس الوقت مدينة ولاية بشار مدينة سياحية بامتياز، وراح ثاني على مستوى اللجنة الوطنية اللي يعطينا بعض التراخيص راح نقدموها معنا ترافقونا بالك في هذا المساء ان شاء الله لتسليم هذه التراخيص اللي كان راح يكون دفع لهذه الولايه في مصنع الاسمنت، لان هناك برنامج كبير للتصدير خاصه في الدول المجاوره. راح نتكلموا هذه اول زياره، هذا اول يوم، اليوم الثاني نعطيكم معلومات اكثر واكثر. راكم معنا مرافقين ان شاء الله.